عشان نعمل اللازانيا السي فود انا بستخدم شرايح اللازانيا وبستخدمها ناشفه، ما بسلقهاش. انا بشوف انها كده بتكون افضل كتير واسهل كتير واسرع كتير. فدي شرايح من اللازانيا زي ما هي كده. بعد كده عندي زبده ودقيق ولبن، عندي ملح وفلفل وجبنه ريكوتا او جبنه قريش، عندي ثوم مفروم وجبنه موتزاريلا مبشوره، بقدونس مفروم ممكن يبقى ريحان كمان، عندنا جمبري وصوابع من الكابوريا وفيليه متقطع مكعبات، فيليه سمك طبعا. تمام، زيت زيتون على النار معلقه كبيره، وهحط معاها الثوم، الملح، الفلفل، البقدونس او الكزبره او الشبت ايا كان اللي هتستخدموه، هنزل معاها السمك والجمبري. هقلب تقليبه الكابوريا ما بحطهاش على النار لان هي اصلا مستويه. على البارد هاخد الحله هحط فيها الدقيق، معلقه كبيره من الدقيق، فانا ده بالنسبه لي قليل لان دي معلقه واحده ودول حوالي 4 كوبايات، ف هنزودهم شويه. دقيق، لبن، مكعب زبدة على البارد. يا جماعة أنا برا النار، أسهل طريقة للبشاميل. ويسك، أقلب كويس قوي قوي لحد ما الدقيق كله يختفي، رشة ملح خفيفة قوي للطعم كده بس، ورشة فلفل خفيفة جدا. أقوم واخداه على النار وتقليب مستمر لحد ما يبقى بشاميل. تقليبه هنا للسمك مع الجمبري والملح والفلفل والثوم والكزبره وزيت الزيتون. اللازانيا محتاجه لها سائل كتير ويكون مش تقيل قوي علشان تستوي معانا. هرص طبقه من الكابوريا لان زي ما قلت لكم الكابوريا مش بتدخل النار لان هي اصلا مستويه، دي بروسيسد يعني مستوية جاهزة يعني ممكن تتاكل كده. وبعدين هقوم رصة طبقة تانية من اللازانيا، الجبنة الموتزاريلا، وطبعا في شوية هيتحطوا على الوش. اجيب هاخد السمك ده مع الجمبري مع التتبيلة اللي احنا عملناها، هحطها هنا وافردها عشان كل قطعة يطلع فيها. طبعا ده لسه مستواش سوا كامل لانه لسه هيخش الفرن. وهاخد طبقة اخيرة من اللازانيا اقفل بيها الطاجن او الصينية او البايركس اللي احنا مستخدمين. واخده بالراحة 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 وابتدي انزل لاني عايزاه يخش جوه، فبالراحة جدا ببتدي اسقي وهدخل الصينية او الطاجن او البايركس ايا كان الحاجة اللي انتوا هتستخدموها الفرن. ينفع يا اميرة نشيله في التلاجة ونسويه بالليل او تاني يوم؟ اه ينفع. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.